ماذا تعرف عن ترانسنيستريا؟ تلك الدولة غير الموجودة. بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دويلات سنة 1990، انفصلت منطقة حدودية ضيقة المساحة تقع على الحدود الشرقية لمولدافيا، متاخمة للحدود الأوكرانية عند دولتها الأم التي كانت تابعة لها وهي مولدافيا، وأعلنت على إثر ذلك عن استقلالها عنها وقيامها كدولة مستقلة بذاتها تحمل اسم دولة ترانسنيستريا. تبع هذه الخطوة الجريئة حرب دامت 4 أشهر كاملة مع المعارك الطاحنة بين ترانسنيستريا ومولدافيا، وحصلت هذه الحرب حصدت أكثر من 700 شخص كضحايا. ثم بعدها بوقت وجيز تم توقيع معاهدة وقف إطلاق النار بين الجهتين المتنازعتين، ومنذ ذلك لم تتدخل مولدافيا أبدا في الشؤون الداخلية لترانسنيستريا، كما أنها في نفس الوقت رفضت ولا زالت ترفض الاعتراف بها كدولة مستقلة ذات سيادة وطنية. في الواقع لم تعترف بها أي دولة أخرى في العالم. على الرغم من هذا التجاهل الذي تعاني منه هذه الدويلة، تتصرف وكأنها دولة مستقلة بكيانها الذاتي، حيث تملك حكومة مستقلة وجيش خاص وشرطة ونظاما بريديا وعملة خاصة ودستورا وعلما وطنيا. يحتوي العلم الوطني لتراسنستريا على رمز الشيوعية الاشتراكية المتمثل في المطرقة والمنجل، مما يجعله العلم الوحيد في العالم الذي ما زال يحمله اليوم. من الأسباب الرئيسية التي أدت بتراسنستريا إلى الدخول في صراع مسلح ضد مولدافيا ورغبتها في الاستقلال والانفصال عنها، هو أن شعبها يتحدث اللغة الروسية كلغة أم، كما أن المنطقة كانت تابعة للأراضي الروسية منذ تخلي الإمبراطورية العثمانية عن ملكيتها لصالح الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن 18 ميلادي. ومنه يشعر شعب ترانسنيستريا بشكل طبيعي بأنهم روسيون أكثر منهم مولدافيون، وإلى غاية يومنا هذا تشكل شريحة ناطقي اللغة الرسمية الروسية السواد الأعظم في المكون السكاني ترانسنيستيري. منذ توقيع معاهدة وقف إطلاق النار بين مولدافيا وترانسنيستريا في نهاية الصراع المسلح الذي نشب بينهما، أبقت الدولة الروسية على قوة عسكرية بغرض حفظ السلام في المنطقة، ولتمنح دعما ماديا وسياسيا وعسكريا دائما لدولة ترانسنيستريا. هذا الدعم الكبير الذي ما كانت ترانسنيستريا لتوجد لولاه من الأصل، حيث أن الدعم المالي الروسي بشكل خاص يمثل تقريبا نصف ميزانيتها. بشكل مباشر تتأثر الحياة الاجتماعية في ترانسنيستريا بالجارة الروسية تأثيرا كبيرا جدا، حيث يشاهد شعبها القنوات التلفزيونية الروسية وتتبنى مدارسها الأنظمة والبرامج التعليمية الروسية، والكثير من المتقاعدين وذوي المنح يلقون منحا مالية مصدرها الحكومة الروسية. غير أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بها كدولة مستقلة أثر فيها بشكل سلبي تأثيرا بالغا، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الجيل الصاعد من سكانها. فبينما ما زالت شريحة كبار السن من سكانها تأمل في أن يتم الاعتراف بدولتهم في يوم ما على أنها دولة ذات سيادة مستقلة وأن تصبح جزءا من روسيا، يعاني الجيل الشاب والصاعد الأمرين مع الانعدام التام لفرص ومناصب العمل والوضع الاقتصادي الذي أقل ما يقال عنه أنه قاسي جدا. جعلت هذه الظروف معظم الشباب حديثي السن يعلقون كل آمالهم على الهجرة والخروج من ترانسنيستريا، حيث يأمل غالبهم في الهجرة إلى موسكو كوجهة أولى. ومنذ نشأة هذه الدولة انخفض تعداد سكانها بحوالي الثلث أو ما يزيد عن ذلك. عندما زار المصور الفوتوغرافي جاستين بارتون ترانسنيستريا سنة 2015 وتناول أطراف الحديث مع فتاة محلية تبلغ من عمر 23 سنة تدعى أناستازيا سباتار، انفجرت باكية بعد وهلة، ذلك أنها لم يسبق لها أن سافرت خارج ترانسنيستريا. كما وجدت المصورة الفوتوغرافية الألمانية جوليا أودز التي كانت قد سافرت إلى ترانسنيستريا من أجل التقاط صور تبرز حياة ووضع شريحة الشباب من سكانها، أن المجتمع كان منغلقا كثيرا عن نفسه هناك، وكان من الصعب اختراقه. فقالت: يصبح الأشخاص هناك مشوشين ويصيبهم نوع من الريبة عندما يرون شخصا أجنبيا من العالم الغربي يحمل آلة كاميرا، حيث يكون معظم الأشخاص هناك معادين للغرب بطبيعتهم وكل ما يحمله من قيم.
فهم معجبون جدا بالرئيس الروسي بوتين ويأملون أن تصبح ترانسنيستريا في يوم من الأيام جزءا من روسيا. تماما مثل المصور البريطاني جاستن بارتون، صدمت أودز كثيرا بالحزن الغامر الذي يعتري تعابير وجوه الأشخاص الذين يعيشون في ترانسنيستريا، وعلى الرغم من الوضع اليائس الذين كبروا ليجدوا أنفسهم عالقين فيه، وجدت أودز أن المراهقين والشباب حديثي السن كانوا منفتحين بشكل جيد، فقالت: لقد أبدى الجيل الشاب اهتماما كبيرا بي، وكان الفضول يملأهم هناك حول سبب قدومي إلى بلدهم وما جئت لأفعله هناك. واستطردت متذكرة تجربتها هناك: لا يوجد الكثير من الأجانب في ترانسنيستريا، ومعظم سكانها لم يسبق لهم أن زاروا غرب أوروبا، لذا وجدتهم متحمسين للغاية تملأهم الرغبة في قضاء بعض الوقت معي. أدى الوجود الروسي المستمر في المنطقة وتدخلها المتواصل في الشؤون هناك إلى توتر العلاقات مع مولدافيا، كما تعتبر أوكرانيا أن الوجود العسكري الروسي في ترانسنيستريا التي هي منطقة حدودية متاخمة لأراضيها تهديدا بالنسبة لها. كما قام مؤخرا أحد المسؤولين الأوكرانيين باتهام روسيا باستعمال المنطقة المتنازع عليها واستغلالها للتأثير على الدول الناشئة ما بعد الاتحاد السوفيتي المؤيدة للغرب وسياساته، وذلك لثنيها عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.